الخارجية النمساوية تستدعي القائم بالاعمال الروسي للاحتجاج على طرد مراسلة او ار النمسا تفرج عن عميل سابق متهم بالتجسس لصالح روسيا. فيينا تحتل المرتبة الاولى عالميا في جودة المعيشة. النمسا والجزائر تحتفلان بمرور 60 عام على العلاقات الدبلوماسية. وفيينا تخصص ألف شقة بلدية مستعجلة لحالات استثنائية وأخيرا اعتقال ملياردير نمساوي بعمر الواحد والتسعين عاما في كندا بثماني تهم جنسية مشاهدينا الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشرة استدعت النمسا القائم باعمال السفاره الروسيه في فيينا للاحتجاج على قرار موسكو بسحب اعتماد كارولا شنايدر مراسله قناه اور اف الذي امرت بمغادره روسيا. ويعتبر هذا القرار ردا على طرد فيينا لصحفيه روسيه ونددت وزاره الخارجيه النمساويه بالاجراء واعتبرته غير مبرر وغير مقبول. ووصف بيان الوزاره الخطوه بانها هجوم تعسفي ضد الصحافه الحره حيث لجات موسكو الى اجراء انتقامي مما اضطر ارينا دافيدان رئيسه مكتب وكاله تاس الروسيه في فيينا الى مغادره النمسا بعد سحب اعتمادها وبررت فيينا الطرد بسبب مخاطر تهدد امن البلاد أفرج القضاء النمساوي الأربعاء عن أجوستو أوت العميل السابق في الاستخبارات الذي اعتقل نهاية مارس بتهمة التجسس لصالح روسيا. وقررت محكمة الاستئناف الإفراج عنه لعدم وجود خطر وقوع مخالفات جديدة ويشتبه في أن أوت قدم معلومات لروسيا مقابل المال حيث استبعد أوت من منصبه عام 2017. واوقف لفتره وجيزه عام 2021 واعتقل مجددا بعدما عثرت السلطات البريطانيه على رسائل بين يان مارسيليك المدير السابق لشركه واير كارد وجاسوس في المملكه المتحده تظهر ان قط ارسل بيانات من هواتف ثلاثه مسؤولين كبار في وزاره الداخليه احتلت فيينا المرتبه الاولى عالميا في جوده المعيشه للمره الثالثه على التوالي وفقا لتصنيف جلوبال لايف ابيليتي لمجله ايكونومست البريطانيه وتم تقييم 173 مدينه اخرى في القائمه حيث حصلت فيينا على العلامه الكامله في الاستقرار والنظام الصحي والتعليم والبنيه التحتيه وجاءت كوبنهاجن في المرتبة الثانية تليها زيوريخ وملبرون وجنيف في المرتبة الخامسة بينما شملت قائمة أفضل عشر مدن كل من كالاجاراي سيدني فانكفور وأوساكا وأوكلاند وأعرب رئيس بلدية فيينا مايكل لودفيج عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس جهود سكان فيينا والقرارات السياسية الصحيحة أكدت النمسا والجزائر على تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير المشروعة وتوسيع التعاون الاقتصادي خاصة في الهيدروجين الأخضر جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الجزائري احمد عطاف الى فيينا حيث التقى بنظيره النمساوي شالنبرغ وناقش الوزيران بؤر التوتر العالمية من الصراع في الشرق الاوسط الى الحرب في اوكرانيا والوضع في الساحل وليبيا. وتحتفل النمسا والجزائر هذا العام بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسيه بينهما وتناولت المحادثات ايضا الوضع الانساني في غزه وتاثير الحرب في اوكرانيا وعدم الاستقرار في الساحل. اعلنت حكومه فيينا عن تخصيص المدينه من الأول من يوليو برنامجا خاصا لمنح ألف شقة بلدية للأشخاص الذين تنتهي عقود إيجارهم قريبا في محاولة لمكافحة ارتفاع تكاليف الإسكان وستتوفر الشقق بين الأول من يوليو والثلاثين من نوفمبر وتستهدف من تنتهي عقود إيجارهم المؤقتة خلال الأشهر القادمة ويشترط على المتقدمين أن يكونوا بعمر الثامنة عشر عاما وقد أقاموا في فيينا لمدة عامين ويحملون الجنسية النمساوية أو حالة قانونية معادلة ولا يلزم الحصول على بطاقة سكن فيينا مما يخفف من متطلبات الاحتجاج الاحتياج السكني المبرر وسيتاح للمتقدمين الناجحين الوصول إلى البحث في شقق البلدية عبر الإنترنت لمدة ثلاثة أشهر اعتقلت السلطات الكندية الملياردير النمساوي الكندي في مجال قطاع غيار السيارات فرانس شتراونخ بثماني تهم جديدة وذكرت وكالة الأسو شيت بريس أن فرانك شتراونخ يواجه ثماني تهم جديدة بينها ستة تهم بالاعتداء الجنسي وتم اعتقال شتراونخ البالغ من العمر 91 عاما يوم الأربعاء بسبب التهم المرتبطة باعتداءات جنسية وأوضح الضابط تايلر بيل موريانا أن المحققين تمكنوا من التعرف على ضحايا جدد مما أدى إلى توجيه تؤمن تهم إضافية على ثلاث مدعيات في حوادث وقعت في تورونتو اوروار. تعود إلى سنوات 1980 و 1986 والعام الماضي كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسية سعيدة وإلى اللقاء